أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم وتجربتنا لهذا اليوم هي الكلوتينج تايم، زمن التخثر. نحتاج المواد الأدوات المستخدمة بزمن التخثر، هو نحتاج إلى المعقم، ونحتاج إلى القطن، ونحتاج إلى اللانسيت، ونحتاج إلى السلايد، ونحتاج إلى التايمر المؤقت. التايمر نوقته على 15 ثانية، ناخذ قطرة دم من أصبع المريض نخليها على السلايد، وكل 15 ثانية نحرك بقطرة الدم منها لما تتكون خيوط التخثر. السلام عليكم طلاب، اليوم راح نجي نشتغل البروسيجر طريقة العمل. نعقم يد المريض بالكحول والقطر، راح نجي نأخذ الأصبع باللانسيت، راح نبدأ ناخذ الدم على الشريحة على السلايد، ناخذ قطرة أو قطرتين أو ثلاثة مشكات. بعد ما خذينا الدم هسه راح نبدي نشغل التايمر اللي هو على 15 ثانية. بعد 15 ثانية راح نبدي نحرك، ما جاي نشوف اكو تخثر، اكو كلوتة بالدم وماكو خيوط. راح نبدي نوقت لمدة 15 ثانية جديدة. انتهت ال 15 ثانية الثاني مرة، راح نبدي نحرك باللانسيت، ما جاي نشوف اكو كلوتة او اكو خيوط تخثر للدم. راح نبدي نوقت مرة ثالثة لمدة 15 ثانية. بعد ما خلص التوقيت 15 ثانية لمدة لثالث مرة، راح نبدي نحرك باللانسيت وايضا ما جاي نشوف تخثر بالدم. راح نوقت مرة رابعة لمدة 15 ثانية. طلاب، بعد مرور 5 دقائق على مدة الفحص راح نلاحظ ظهور هذه الخيوط اذا تشوفونها بالتصوير. من نبدي ناخذ باللانسيت هاي الخيوط تطلع دلالة على تخثر الدم او تجلط الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اعزائنا الطلبة. اليوم محاضرتنا تجربتنا عن البليدنج تايم، وقت النزيف. اللي أدوات اللي نحتاجها بهاي التجربة، نحتاج إلى القطن، ونحتاج إلى المعقم، ونحتاج إلى اللانسيت، ونحتاج إلى الفلتر بيبر ورق الترشيح، ونحتاج إلى التايمر المؤقت. البروسيجر طريقة العمل، أول شيء نعقم إيد المريض بواسطة الكحول والقطن، ثم نأخذ اللانسيت ناخذ عينة دم من ايد المريض ونشغل المؤقت، ننتظر 30 ثانية، نخلي السامبل عينة الدم قطرة الدم على الفلتر بيبر وننتظر لمدة 30 ثانية. هسه طلاب، اول قطرة خليناها انتظرنا شقد 30 ثانية، وبعدين ورا 30 ثانية خلينا القطرة الثانية على الفلتر بيبر، وهمين انتظرنا 30 ثانية وخلينا القطرة الثالثة، والقطرة الرابعة ما واضحة، انقطع الدم. فلما نجي نحسب الوقت 30 ثانية زائد 30 ثانية زائد 30 ثانية زائد 30 ثانية يصيرن دقيقتين، والوقت الطبيعي للبليدنج تايم هو من دقيقة إلى 3 دقائق.